هنتكلم النهارده على جزء بسيط عن حاجه مهمه جدا في الامبلانت ساعات بعض الدكاتره بيغفلوا عنها، وهو السوفت تيشو ايفالويشن. احنا دايما في حالات الامبلانت بنركز جدا ان احنا نعمل ايفالويشن للبروستاتيك سبيس والبون، لكن من الايتيمز المهمه جدا اللي محتاج ان انت تعمل لها ايفالويشن برضه في حاله الامبلانت هي سوفت تيشو كواليتي اند كوانتيتي. سوفت تيشو مش بيمثل بس سكن كلر، حاجه جميله فور استاتيك، لكن كمان بيمثل دور مهم جدا في الفانكشن، لانه يعتبر بروتكتيف لاير للاندر لاين بون، فده بيضمن السكسس المستمر لحاله الامبلانت. ده ايه من السوفت تيشو موجود فيه؟ موجود يبقى فيه سيرتن كواليتي اند كوانتيتي. الكواليتي ان الكرونال بارت من البري امبلانت بون يبقى كفرد ويز كراتينايزد اتاتشد تيشو، اما الكوانتيتي المفروض يبقى موجود من هذه الكراتينايزد اتاتشد تيشو اتليست 2 ملليمتر. طيب انا هعمل ايفالويشن ازاي؟ عن طريق الكلينيكال ايفالويشن باستخدام البريدونتال بروب، ابتدي اعمل تنشن تيست ستريتشنج للليب لحد ما يظهر لي الميوكوجينجيفال جانكشن، ابتدي احط بعد كده البروب فيرتيكالي واقيس الكوانتيتي بتاعه الكراتينايزد اتاتشد تيشو. ليه كراتينايزد اتاتشد تيشو؟ لان الكراتينايزيشن والاتاتشمنت بتاع السوفت تيشو للاندرلاينج بون هيت اكت از بروتكتيف بارير اجينست الميكانيكال فورسز اللي هتبقى واقعه نتيجه الكونتينوس براشنج اللي هو المفروض البيشنت بيعمله بشكل يومي، وده يمثل ميكانيكال فورس مش عايزينها تتحول لتروماتيك لو كانت بتقع على تشو مش صحيحه ككواليتي وكوانتيتي اللي هي الالفلار ميكوز. كذلك الهارد بايتنج او الهارد فود زي الخيار والتفاح والكمثرى والجزر، الحاجات دي هيلثي، الحاجات دي جميله جدا، الحاجات دي تمثل ميكانيكال فورس، مش عايزين الميكانيكال فورس دي برضو تاثر على الانتجريتي بتاعه البون فتاثر على السكسس والسرفايفل بتاع الامبلانت. عشان كده لازم البيري كورونال بارت من البون يبقى كفرد ويز كراتينايز تشو اتليست 2 ملم.